وحياكم الله متابعينا، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، عرضي لكم عدد 3 فلفو، الحجم 500، الموديل 2014، بطاقة جمرك. راح أغطي لكم كل وحدة على حدة وكم ممشاها. نبدأ لكم برقم 1، الممشى 800,000 من الدخول جدة الإسلامي. السيارات على الشرق، غماير، بدي، محركات، شواصي، طبعا الحجم 500. هذا الممشى 800. راح اصور لكم كمل لكم باقي التصوير. زي ما قلنا لكم راح نصور داخليها. هذا رقم 1 والممشى 500، عفوا الممشى 800 والحجم 500. هذا داخلية ما شاء الله تبارك الله، طبعا مكيفات شغالة، فيها مكيفات إضافية، فيها ثلاجة. مكيف إضافي. لكم برقم 2، الممشى 770 والحجم 500، ونفس السيارة اللي قبل ما شاء الله تبارك الرحمن. ما يحتاج، السيارات واضحات، واللي بيشتري ماله إلا الفحص كمبيوتر وفحص نظر الغمارة وفحص شاصي. توانك 2 ديزل. راح اصور لكم داخلية، باخر المقطع راح احط رقم التليفون. اصور لكم داخلية، هذه الممشاة 770 والحجم 500. وهذا الداخلية ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجير كله اوتوماتيك. برقم 3، الممشى 800، والسيارات كلن على الشرط وعلى الفحص ما شاء الله تبارك الله. طبعا كلن من الدخول جدة الإسلامي. راح اصور لكم داخلية، راح احط رقم التليفون داخل المقطع للنظر. طبعا الموقع معرض الديحاني للشاحنات، المنطقة الشرقية، محافظة النعيرية. موجود على جوجل، اكتب معرض الديحان للشاحنات ويطلع لك على طول. السيارات ما شاء الله تبارك الله.